يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله رح نبلش بتالت إكزامبل اللي هو related ل course ال BIM. الإكزامبل اللي حنشتغل فيه اليوم هو عبارة عن حنبلش ب building بهالشكل. هيكون عبارة عن مالتي ستوري بيلدينج، يعني بيلدينج عنده 6 ستوريز تقريبا، مع الجراوند بصيروا 7. عنده هذا الايست اليفيشن، عندي 1 2 3 4 5 6 7 جراوند فلور، وعندي فروم فلور 1 تو فلور 5، وعندي الروف. طبعا هالمرة حنتعرف على فاونديشن اللي هي الرافت فاونديشن. حتكون عندنا طبعا بدنا ننوه انه كل شيء عملناه بالفيديوز اللي قبل سواء باللاب 1 او 2 او 3 ابتداء من اللاب 4 حنبلش نرجع نشتغل عليهم مره ثانيه لنزيد عليهم رينفورسمنت، نعمل سكيدجولز، نعمل بعض الاشياء. سو نحن ما خلصنا منهم، هيدي كانت جاست بارت له علاقه بالموديلنج للجيومتري. حنكمل عليهم بس بالاذر تاسكس اللي ممكن نعملهم على الريفت. سو هذا الجراوند ليفل عند الرافت فاونديشن. عندي هالمره كور وول، مثل ما ملاحظين مجموعه من الكولومز، وعندي وولز على الاطراف حيبينوا هون بعتت بالتيبيكال اكثر. الوولز عندي اطوالهم، عندي السكشن اللي لهم، الكولومز كلهم 30 باي 60. هيدا الكور وول، طبعا هيدا تيبيكال فلور، وعندي سكشن اخذته على الاي اي مثل ما حنشوف هون اللي هو هيدا السكشن، سكشن اي. مثل العاده بدنا نشتغل اكزامبل، وبدنا نحضر شو اسمه، بدنا نحضر اللوحه مثل العاده، نحط فيها بعض الاليمنتس، واكيد حينزل عليها ابلكيشن او اساينمنت قريبه من هيدا الاكزامبل. حنروح على الريفت مثل العاده. اول ستيب رح اترك بالماتيريال، رح اترك الكونكريت 35 هالمره، رح نشتغل 35 كاست ان بليس كونكريت 35، سو ما حغير. بس بشغله وحده رح اعدل موضوع الكات باترن، ما بدي كات باترن، ما بدي اشوف باترن يعمل هاتش مطرح ما في كات. اوكي حنروح على الايست مثل العاده، حنبلش اول ستوري اللي هو كنا نسمي 00، وقلنا نرجع بنذكر بنسمي بالارقام لحتى يجوا مرتبين ورا بعض بالديسكريبشن. 00 جراوند فلور، ظبط لي اسمها. اللي بعدها 01 فلور 1 رح سميها فلور 1. اوكي هالمره بما انه صرنا معودين عليهم رح اعمل كوبي، رح اقول له كونسترين ومالتيبل، بدي اعمل كذا كوبي، رح اطلع لفوق بعطيه 3000 انتر. لاحظوا لحاله الريفت ذكي، 01 فلور 1 لحالها الكوبي عملها 01 فلور 2، سو لحاله عم بسمي لك اياهم بتتابع معين، يلقط التتابع اللي انت ماشي فيه. 01 فلور 3، 01 فلور 4، 01 فلور 5، واخر وحده طبعا بعدل باسمها رح سميها 02 روف بهالشكل. طبعا سبق وذكرنا اول مره انه بس يكونوا معمول لهم كوبي بيكونوا معلمين بالاسود، بس يكونوا الليفلز بالاسود يعني هن مانهم اكتف فيوز، هن جاست ليفلز تو جايد يو ليساعدوك انت عم تشتغل. لحتى بينهم بدي اروح على فيو، فيو بلان فيوز ستراكشرال بلان، ستراكشرال بلان، بعمل سيلكت على هودي وبقول له اوكي، فبيبينوا عندي بهيدا الفيو جراوند فلور 1 2 3 4 5 اند روف. نتاكد اذا من جراوند 1 فلور 1 2 3 4 5 والروف. اوكي ناو في بلش بموضوع الجريدز. بالجريدز عندي بالواي فروم 1 تو 6، طبعا انا حاطط الديستانسز هون فروم 1 تو 6، وعندي بالاكس فروم اي تو اف. اوكي سبيسنج اني 4 5 4.5 4 5. نرجع على الريفت، بوقف على اي ليفل ما بيهمني، بروح من ستراكشر جريد
وببلش هيدي ال 1 بعمل لها كليك بقول له كوبي. اوكي اذا 4 نرجع 5 نرجع 4.5 نرجع 4 نرجع 5 I guess sec 1 2 3 4 5 6 برجع بعمل الجريدز بالاذر دايركشن بهالشكل. اول وحده بسميها بظبط لها اسمها A لحتى اعمل الكوبي بعدين، بس اعمل لانه هلا بس اعمل الكوبي وانا مسميها A لحاله ها. بس قبل خلينا نشوف السبيسنج تاعون الجريدز. اوكي عند كلهم 4 هودي عاملينهم ايكوالي 4 سو بوجهه لفوق للارو بحط 4 بي سي اي اند اف باش. طبعا فينا نظبط لهم اطوالا بهالشكل لما يكونوا كتير بعاد. طبعا هودي كلهم اوريدي تعلمنا نعملهم باول تو ليسنز. في اعمل سيلكت على الجريد اللي عندي وقول له propagate extends ظبط لي اياهم على other story بنفس هالشي اللي انا عملته هون. هيك ساعتها وين ما بتروح هتلاحظ الاكستنشنز ضبضبوا مثل ما نحن عملناهم، خففنا من فوق اللينث وهي قربناها شوي لهون، سو هودي صاروا كومن بكل المطارح. هيك بنكون حضرنا ال البلان. خلينا نروح على القيس بس نتأكد بالشكل انه هودي قاطعين ونظبطهم. طبعا نرجع نتعذب فيهم بعدين. نفس الشي هون هيدي بسحبها بهيدا الشكل. ساوث ظابطة، ويست كمان ما فيها مشاكل. اوكي خلينا نروح لنشوف شو في عندي elements. هنبلش بالاول بالوولز. اوكي في عندي كور وول بالنص، الوولز كلهم وول 25 سنتيمتر، سو بدي اعرف سكشن 25 سنتيمتر بالاول. كيف قلنا بنعرفهم؟ من ستراكشر وول ادت تايب، دائما بتروح تعمل دوبليكيت للسكشن عندك، دوبليكيت ليخلي لك سكشن ثاني وبتسمي مثل ما بدك. هسمي W 25 سنتيمتر، هقول له اوكي ادت لفوت ظبط البروبرتيز بظبط الماتيريال. اتفقنا حنشتغل على كاست ان بليس 35 والثيكنس 250 ميلي. اوكي هلا بننبه للكنترولز عندي يوم فوق. انا واقف بالجراوند فلور ما معقول ارسم دبث لتحت، جراوند فلور هو اوطى ليفل بدي ارسم لفوق، صح هقول له هايت فلور اوكي مش انكونكتد اب تو فلور 1، سو انا بالجراوند رسم لي دايركت على فلور 1. اوكي هون راح اجي اقول له مثلا فينش فيس اكستيريور بهالشكل. لاحظوا ان لما نعمل هيك في اعمل سبيس بصير قلبهم. طبعا انا راح ارسمهم لجوا، هو لحاله بيعمل الكاتس باي ذا واي بهالشكل. في حول الفيو هون اعمله فاين موضوع الديتيل ليفل احسن، في اعمله هيدن، في اعمله انا بفضل الشيدد بيعمل هاتشنج حلو بهالشكل. هات لشوف شو في عنا other walls. عندي على الاف مع 6 على الطرف في وول بطول 2 meters وعندي عند ال 2 وول بطول 2 meters. سو هارجع مرة تانية هاجي من هون اللو وول وجهته على شمال وقلت له 2000 لحاله حطه. بعمل escape وحدة بس لحتى ابقى بقلب الكوماند بس اظهر من الرسمة هون. راح يد نفس الشيء من هون وجهه على اليمين وقول له 2000 وقول له انتر. هودي التو وولز انرسموا. هات لشوف شو في عنا بعد. عندي وول 1500 وول 1500 جايين على الاطراف. اوكي لاحظوا طالع على برا، بعمل سبيس فاتت لجوا وبعطيها 1500 وهون نفس الشيء بعطيها 1500
هيك بكون رسمت الوولز اللي عندي اياه هون. طبعا هلا كنا بالمره الماضيه نعمل كوبي للوولز، نرجع نرسم كولوم، نرجع نعمل كوبي. هالمره راح ارسم كل الفيرتيكال اليمنتس وارجع اعمل لهم كوبي. طيب اوكي، الكولومز هات لنشوف كلهم. طبعا نحن هون عم نشوف فور سمبلستي كلهم 30 60، سو حاشتغل هودي جايين على الطرف. اوكي هات لنبلش. اوكي سو حقول له ستراكشر كولوم، هروح دور على الكونكريت كولوم، edit type، بعمل duplicate، بسمي مثلا rectangular column 30 by 60. اوكي بظبط السكشن 600 by 300. اوكي الماتيريال حظبطها هالمرة، بالمرات الماضية كنا ننسى نضطر نظبطها later، سو حنقي من هون الماتيريال قبل ما بلش الشغل لحتى لما اعمل له كوبي لهيدا الكولوم خلص يكون عامل كوبي لماتيريال مظبوطة. سو راح يجي احط واحد هون، طبعا بحطهم هلا وبرجع بظبط لهم بظبط لهم البوزيشن later. خليني احط الكولومز كله مثل ما هن. اوكي هودي التلاتة، بعمل سبيس بيقلب الكولوم، بعمل سبيس سو على سبيس بيقلب. اوكي بهالشكل. هودي كمان، هودي I think الباقيين جايين vertical بهالشكل. بعد في عندي هودي هلا بنظبطهم. سو حبلش، او بالاحرى في المرة الماضية I guess تعلمنا command align. سو align بلقى reference، برجع بنقي فيه له multiple align alignment، بقول له هيدا عمله align، هيدا عمله align بهالشكل direct لحتى سهل حالي الموضوع مثل ما شايفين. ظبطوا كلهم، بعمل escape، برجع بقول له align هيدا او قبل خليني اعمل copy بالاول لهودي الكولومز عشان لما اعمل align تزبط مرة واحدة. حقله هلا align، بعمل select للاكس اللي هو الريفرنس، بعدين بنقي شو هن الفيسز اللي بدي اقربهم، هيدا بدي اعمل له alignment. لاحظوا في اعمل lock، اذا بعمل lock بصير هالكولوم مقيد بهيدا الاكس. اوكي ظبطناهم، هودي ظبطناهم، هات لشو شو في عنا بعد. اوكي عندي هيدا الاكس لاين، عندي هالكولوم وهالكولوم 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 بهالشكل. وبرجع طبعا هون ما في عندي اي شيء لازم ينعمل له الاينمنت ما عدا الصف التحتاني، طبعا بعت تبع ما زبطنا الصف التحتاني، سو حروح اعمل الاين بهالشكل ولقط الطرف. طبعا هيدي لانه عملت مالتيبل الاينمنت، لو ما عملتها مالتيبل الاينمنت كان عملها لكولوم واحد اضطر ارجع اكبس مره ثانيه. سو مالتيبل الاينمنت بسهل الموضوع علينا. طيب هودي بعتت كمان خالصين وهودي كمان خالصين، بضل عندي الطرف الاخير اي جس. اوكي الطرف الاخير جايين كمان aligned على هيدا الايدج. اوكي سو بعمل select برجع بقول له align again، بعمل click برجع بظبط هالكولوم هالكولوم بهالشكل. اوكي that's it that's it. بعد ما ظبطت طبعا اهم شيء نعمل سيف، كل ما نخلص ستيب نعمل سيف، صح نسميها اونلاين ليسون 3. اوكي
هلا بما انه خلص كل شيء في يجي اعمل له مره واحده سيلكت، طبعا بلقط كل شيء بسكرين ليه؟ لانه في روح اعمل فلتر بقول له خلي لي بس الكولومز والوولز، يعني بشيل لك الجريدز. هلا بتقول له انت هون كنت عم ترسم طلوع من الجراوند للفيرست، سو لما تقول له كوبي تو كليب بورد بيست الاين تو سيلكتد ليفلز، حتبلش من الفيرست للفيث. ليه مش الروف؟ لانك انت عم ترسم اخر واحد من الفيث للروف، يعني من تحت لفوق عم يطلع. صح؟ قال له اوكي. اوكي نطمن انه زبطه، بروح على 3D view. اوكي قال له فاين، قال له شيدد. اوكي في عنا بالكولومز ماخدين، اوكي حروح على الايست، يمكن انا في عندي elevations مظبوطين. اوكي في عندي بالكولومز ماخدين offset بالغلط، كيف نظبط هيدا الشيء؟ اوكي شوف شو حنعمل، حروح على 3D، نرجع على 3D view front. اوكي هاد الكولومز كان رسمهم انا بالغلط من الجراوند لتحت، من الجراوند لتحت. سو اذا بقول له هون نقي لي الستراكشرال كولومز، اوكي رسمه انا الظاهر ان كونكتد بالغلط. صح؟ قال له البيس ليفل جراوند والتوب ليفل هو الفيرست، حط لي هودي 0 ب 0 او بالاحرى قبل ما اعمل هيدا الشيء لحتى ما يفوتوا ببعض كلهم، حبلش من ارفعهم من هون انا عم بنزل نزور بظبطهم. حارجع مره ثانيه نقي الستراكشرال كولوم منهم، حقول له هلا هيدا البيس لإله فلور 5 بس مع اوفست 0، توب لإله اوكي ما بيأثر. خلينا نظبط هيدي بالاول، حنقول له التوب لإله هو الروف وهيدي 0. لاحظ رفع لي لفوق مشي حاله. هلا اللي بعدهم هودي نفس الطريقة، هيدي بعملها 5 هيدي بصفرها، سو من 4 ل 5 هيدي صارت طلعوا نفس الشيء. structural column من 3 ل 4، وانا هيدي بتصير لانه احنا عم نرسم الكولومز رسمينهم بالغلط unconnected من دون ما نلفت لموضوع عم نرسمهم bottom او يعني depth او height لتحت او لفوق. structural column نفس الطريقة من 2 ل 3 بس عم نعطي 0، هيدي كمان من 2 ل 1 مع 0 offset، وهودي بيطلعوا. طبعا ليه انا طلعت من فوق لتحت؟ انا اذا بلش من تحت وطلعتهم حيفوتوا ببعض، هول طلعوا مع الاوريجينالي هون، ببطل الواحد يعرف يشتغل فيهم صح. So structural column هقول له هيدي first ground zero هالشكل. هلا اذا بترجع على 3D view العادي هيدا تلاحظ ان الكولومز صاروا كلهم ظابطين من دون اي مشاكل. طبعا دايما عم طفي الاناليتيكال هيدي اللمبة لانه هلا ما عم نشغل اناليتيكال اليمنتس، ولو انه جاي وقتهم ان شاء الله بالفيديوز الجايين. هول vertical elements فيك تشوف front، فيك تشوف left، هو حلوين هالبوكس فيك تحرك مثل ما بدك، top فيك تبرم، فيك ترجع على هوم تشوف ال 3D، حلوين هودي بيشبهوا اللي بالاوتوكاد 3D. بعمل سيف، بعمل زبطت كل شيء، ظبطوا الوولز، ظبطوا الكولومز. في هلا بلش فكر بموضوع السلاب والفاونديشن. اول شيء راح انزل مثل العاده بلش بالفاونديشن. فاونديشن من ستراكشر مش فلور، كثير ناس بتغلط، بروح على الفاونديشن سلاب، هي سلاب فاونديشن، بقول له بدي ستراكشر الفاونديشن سلاب، بيفتح لي طريقه كوماند رسم سلاب مثل شفناها المره الماضيه. بس هون انا بقول له edit type، طبعا دوبليكيت مثل العادي، راح سميها رافت مثلا 50 سنتيمتر، عم نشتغل بالاكزامبل على رافت 50 سنتيمتر فور اكزامبل، مثل السلاب، مثل كيف كنا نظبط السلاب. صح؟ اجي قل له edit
مش جراي، كاست ان بليس 35 هيدي اللي ما عارفين قبل، وهيدي بنعطيها 500 ميلي وبقول له اوكي اوكي. دائما قبل ما ترسم تاكد انه بينت معك هيدي الرافت 50. سو بيجي بقول له هون بالكوماندز الرسم اعطيني ريكتانجولار. طبعا هون فيك ترسم لاينز، فيك ترسم ستارت اند راديوس ارك، فيك ترسم سنتر اند اركس، وحتى اذا بتوقف بحط لك فيديو، لاحظوا بفرجيك فيديو كيف بيعملها، شايفين كيف؟ حتى هون بيعطيك انسكرايب بوليجون، يعني بوليجون بقلب بيجي بقلب سيركل، اذا بتعطي انتر راديوس السيركل بقلبه. كمان هون سيركمسكرايب بوليجون، بوليجون بيجي هو المحيط بالسيركل من برا. في عدة طرق يعني. شو ما واجه مشاكل او irregularities بسلاب، ممكن بالريفت في كتير flexibility لتقدر ترسم. رسمنا الليميتس طبعا كله تمام، موجودة على الجراوند، ما في offset، بتأكد كله تمام. هي structure حقله اوكي، هيدي بشيل التاج لان رح احط تاج بطريقتي. لاحظوا لما نروح على 3D هيدي structural foundation. طبعا اذا بتروح على الايست فاونديشن بترسم من وجه الليفل لتحت، هو لحاله بيعمل من وجه الليفل لتحت. اوكي هلا رح اروح على وليكن فلور 1، اعمله فاين شيدت. اوكي هلا بالسلاب حيكون في عندي هون هالمره opening. هنتعرف هلا على الopening. opening لسبب وجود اسانسير مثلا وليكن. so structure يعني هيدي ما بتعنيه بالوقت الحالي. so بدي احطها كopening. كيف بدي اعمل هيدا الشيء؟ انتو عم ترسم بالstructure floor حقله edit type مثل العادة duplicate، هسميها مثلا slab 20 سنتيمتر. طبعا هون فلات سلاب عم نحكي لانه ما عندي بيمز بهالاكزامبل. المره الماضيه اشتغلنا سوليد، هالمره عم نشتغل فلات، صح؟ السلاب 20 سنتيمتر. اوكي مثل العاده فوت بعمل اديت، بنقي الماتيريال المناسبه، ثيكنس 200. اوكي لحتى تعمل الاوبننج لاحظوا بس ترسم كونتور بالريفت وترسم بقلبه كمان closed contour بهالشكل، بيعمل شو؟ subtraction، يعني بنقص الاريا الكبيرة بيفتح بقلبها opening. لاحظوا لما قال له اوكي would you like no don't attach، لاحظوا شو عم يطلع عندي، هي بشيلها فتح لي opening بقلب السلاب. طب بدي زبط، بعمل double click بيفتح لك الكوماند مرة تانية، فيك تزبط توسع تصغر مثل ما بدك، فيك تحط opening تانية مثلا بهالشكل وتقول له اوكي، شايفين؟ طبعا انا شو ما بدي اياها، سو اعمل select هيك وشيلها وقول له اوكي. بعد ما امنت على السلاب في اعمل click، هي بفلور 1 copy to clipboard align to selected level، انا ب1 سو من 2 للروف بقول اوكي. طبعا فيك اذا بدك بالروف كمان، اذا ما بدك الاوبننج بالروف خلاص خلصت لاي سبب ان كان، فيك تشيل وفيك هودي اعملهم ديليت بيرجع معك الروف ستوري كلوز. يعني اذا بتروح على 3D ما في opening بالروف، بس الopening موجودة بالother stories. طبعا المرة الماضية في شيء نحن ما ذكرناه منيح نذكره بهالفيديو. لاحظوا الوالز هون أخذ فوتهم مع السلابس، سو عاملين مثل في common area. لأخلص من هيدي الشغلة في شيء اسمه، إذا بتعمل كليك على الوال مثلا في شيء اسمه join geometry. إذا بتعمل كليك على الوال ذن على السلاب بنقصهم من بعض، يعني بوصل الوول ساعتها على اول السلاب. طبعا اذا برجع بقول له بعمل سيلكت على السلاب مثلا جوين اوكي،
بالشكل. يلا يمكن multiple joints so I guess إذا عملت select هيك ونقيت ال wall بشيل في شيل كذا شغلة منها، يعني في هيدي مثل ما شايفين هيدي multiple joint، حتى ما اجي كل ساعة اعمل كليك على الكوماند نفس الشيء وصله على اول مثله مثل كولوم على اول سلاب، وهيدا الشيء الاصح. بشيل ساعتها الكومن اريا بيناتهم، حتى بحسابات الكونكريت كوانتيتي بتصير ادق. هيدا الشيء فيكم تعملوه على كل الستوريز، يعني هيدا بينعمل على سلاب 1 سلاب 2 سلاب 3. لاحظوا هول كومن ارياز هودي بصيروا يروحوا بس نعمل كوماند جوين. حتى نرجع نشوف. اوكي هيدا انعمل بفلور. اوكي ضل عندنا ناخذ سكشن عند الاي اي ونحط الانوتيشن ونعمل مثل العاده نجهز لوحتنا. طبعا اللوحه بالوقت الحالي بعدنا عم نحكي على فيوز و 3 دي وهيك، ان شاء الله ليتر اون حتصير لوحتها بتتضمن سكيدجول رينفورسمنت، حتصير بتتضمن ديتيلينجز، حتصير في اشياء ان شاء الله ادفانسد بالفيديوز الجايين. So رح روح هلا مثلا على جراوند بدي احط annotations مثل العاده annotate tag by category. في بلش بالرافت بالاول، بعمل كليك اذا بيكبس عليها بقول له ما بدي ليدر، خلص بدي احركها كتكست بجيبها بحطها باي مطرح مثلا وليكن هون. بدي روح مثلا هات لنحط تاج لهيدا الوول، بعمل كليك عم بيقول لي ما في عنده هون وول، صح اقول له يس دو يو ونت تو لود يس. انا بعثت لكم المره الماضيه وول تاجز، بعثتهم هودي من ضمن التاجز، سو في قال له انا هيدا الوول تاج. طبعا انا وقت عملت سيف از قلنا فينا نحن نفوت نغير، لاحظوا هون هيدا ما بيكون هيك اول ما تستعملوه اول مره. انا اللي عملته اني فتت على اللي كان اوريدي موجود، سو راح اقول له هيدي فري اند بهالشكل. اوكي هيدي المرة الماضية كتير هون بعدناها، هات لنصغرها شوي. بهالشكل هيدي اول ما تستعملها انا عملت دبل كليك هلا لتفتح الفاميلي، هي ما كانت هيك، سو انا اللي عملت فتت على الفاميلي مثل العاده، فت قلت له اديت ليبل، تركت التايب نيم. شو التايب نيم؟ اللي هي اللي نحن بنسميه W25. وقت اقول له هون فينا نزيد اشياء، في يزيد اذا بدي طول الوول، في يزيد اذا بدي مثلا، يعني في مثلا في يقول له لينكث، وين اللينكث؟ لينكث وقول له ال ايكوال مثلا، وبعد احط سافكس يونت وات ايفر مليمتر، واعمل بريك. بريك يعني بيعمل انتر، بينزل سطر، اول سطر بيكتب فيه التايب نيم، ثاني سطر بيكتب فيه اللينث. سو بقول له اوكي بهالشكل. اذا بقول له لود انتو بروجكت اوفر رايت مظبطه، يعني انتو فيكم، وفيكم لما تروحوا على الفاميلي نفسها اللي فتحتها. وين فتحت الفاميلي؟ تسكرها. فينا نحن لما فوت على الفاميلي نفسها دبل كليك فيه اعملها سيف از، يعني حتى تحفظ على القديم اللي كانت موجوده ساعتها، ما كل مره بتضطر تعمل هالتصليح. دائما لما تصلحوا شيء بالفاميلي اذا ما عجبتكم فيك تعملوا سيف از كذا فيرجن. يمكن انا والله مثلا بدي وحده اذا عندي عم بيشتغل يونت سنتيمتر، وحده اذا عم بيشتغل يونت ثاني، يعني سو بيقدر واحد يظبط اموره مثل ما بده. طب بنكمل انوتيت مثلا، هات نشوف هيدا الكولوم. اوكي باي ديفولت عم يعطيني تاج 45 درجة، اذا بعمل كليك الفاميلي اللي لها تاج 45 از اوكي ادت تايب لود. بدي ظبط الفاميلي، ما بدي ال 45، بروح على الستراكشر دور على الكولومز ستراكشر الكولوم تاج. طبعا في ال 45 هيدي راح شيلها، هيدي الأساسية اللي بلا 45، اللي بلا 45 هي اللي ما فيها انجل، ما فيها انكليشن. دبل كليك اوكي ظبطها.
بقول له اعمل لي إيه لها فري اند مثل العادة، ولا اتحكم مثل ما انا بدي بهالشكل. وفي اكيد تزيد لهيدا الوول، في ارجع اروح على الفلورز، في ارجع اروح على الفلورز واجي اقول له تاج باي كاتيجوري كمان، بعمل كليك هيدا الفلور، ما في فلور تاجز، بقول له يس دو يو وانت تو لود، بقول له يس. كمان بروح بدور على ستراكتشر او على سلاب تاج، هي سلاب تاج حطها مطرح ما بدي، بشيل الليدر وبسحب، بشيل الليدر كليا حطها مطرح ما بدي ولتكن هون. اذا بدي احركها طبعا لو عندك different thicknesses فيك كمان تزبط بنفس الطريقة. طيب هات لنشوف بعض ناقصنا I guess نحط dimensions. سوف اروح على the dimensions بهالشكل. هول annotations بفيدوا نحنا وعم نشتغل، نحنا عم نحطهم اكيد لانه مطلوب باللوح، نسلم بالديتيلين كل شي خالص. اوكي that's it. اذا السكيل ما معجبني في زبط بالسكيل لهالفيو، قلو custom، قول له والله اعمله سكيل 1 ل 150 اي جس بصير افضل. هيدي بظبطها، بسحبها شوي هيك، اوكي بسحب هيدي لبرا، يعني هودي كمان في ظبطه مثل ما انا بدي، صارت اشياء كوزموتكس يعني كل واحد وذوقه بهالشكل. اوكي هيك نحن بنكون حضرنا، اذا بنرجع على 3D بنكون حضرنا الفايل عبال ما نبلش هلا نحط الشيتس اللي قلنا واللي هي حتكون next step. so خلينا نروح هلا على الشيتس، نقول له new sheet مثل العادة. هلا انا حاشتغل اي 1 متريك، اذا مش موجودة بنروح من لود بالتايتل بلوكس ومنلاقيهم. سو اي 1 متريك حقول له اوكي، فتح لي هيدا الشيت مثل العادة. اي فيو بدي اسحبه يفضل نعمل منه كوبي، سو هيدا حقول له ال 3D مثلا، حقول له دوبليكيت فيو وذ ديتيلينج اكيد حسميه شيت مثلا 3D. حارجع على الشيت اللي إلي وهيدي رح اسحبها بهالشكل، رح احطها هلا هيك، بعمل كليك بظبط السكيل مثل ما انا بدي، بدي مثلا 1 ل 200، ما بدي اللاين هيدي تايتل نو لاين مثل العاده، بسحبها حطها هون، هيدي فيي حركها بتسي هون، اعطاها ديتيل سميها ديتيل نمبر 1. اذا بعمل كليك عليها لاحظوا هون فيك تعطيه اسمه بالشيت، انا حسميه 3D فيو، انتر صار اسمه 3D فيو واخذ ديتيل نمبر 1. مثلا بدي اجيب ديتيل ثاني وليكن الجراوند فلور، بعمل رايت كليك مره ثانيه مثل ما قلنا دوبليكيت with detailing وبسميها نظبط لها اسمها sheet ground floor، نزلت لتحت طبعا انا عشان يبقى الترتبية لفوق مثل ما هي، سو بروح على الشيت اللي الي وبسحبها لهيدي
كمان بظبط لها السكيل. طبعا هذه في اعمل كروب هون، في اعمل كليك اللي اكتيفيت مثل العاده اللي شو كروب، عفوا وين الشو، شو كروب ريجن، اشوف وين بدي اقطع، بسحب بهالشكل بين انا الشيء اللي بدي اشوفه من هيدا الفيو، بس تزبط بقول له هايد كروب ريجن، بس تخلص رايت كليك دي اكتيفيت فيو، بعمل كليك بقول له تايتل نو لاين ليشل اللاين، حركها مطرح ما بدي مثلا بهالشكل، هيدي بسحبها لتصير على سواد اول وحده، اوكي تقريبا هيك صاروا مرتبين، هيدي بنزلها بهالشكل. بدي اظبط لها اسمها، بعمل كليك على الفيو بنزل لتحت بقول له اسمها هيدي مثلا جراوند فلور، هيك هيدا اسمها بالشيت، وحط لك السكيل اللي لها 1 لـ150. بنفس الطريقه مثلا خلينا ناخذ السكشن، لان احنا بعدنا ما فرجينا السكشن اللي كنا بدنا نشوفه اللي هو على الاي، صح اروح هون بيجي اقول له عمل لي سكشن بهالشكل، بيقطع بالاي اي، رح اوصله لهون، في حدد قد ايه في يشوف لهون مثلا بهالشكل، رايت كليك جو تو فيو، هيدا السكشن اي اي، اوكي فاين، خلي شيدد مثل ما هو، هروح على السكشنز، هي موجود السكشن سكشن 1، هروح انا حاجي السكشن 1 هيدا، حاجي اسحبه بهالشكل، متى ما حطيته بالشيت رح يعطيه اسم السكشن، اذا تتذكروا كان يعطيه اسم مثل الشيت اللي هو فيها، صح اقول له تايتل نو لاين، رايت كليك اكتيفيت فيو هاي دي كروب ريجن، ما بدي اشوف انا الكروب ريجن، في يقول له دو نوت كروب، فيك تقول له كروب، اوكي رايت كليك هقول له دي اكتيفيت فيو ليرجع يسكرها مثل ما كانت بهالشكل. طبعا هيدي اذا بعمل كليك هون هيدا السكشن فيك ترجع تعطيه اسمه الخاص، هسميه سكشن اي اي، هيدا اللي انا استدل عليه واعرف انه هيدا السكشن اي اي، ومعطيك السكيل اللي له، سو بيجي بيكبس بهالشكل، بحركها هيك يظبط لك اياها على نسق اول وحده، وهي مع الديتيل نمبر 3. سو لما تروح على السكشن 1، سكشن 1 اعطاك الديتيلز، قال لك اسمه بالشيت هو سكشن اي اي تمام، ومعطيك فيو نيم هو سكشن 1، مظبط لك الامور كلها، والديتيل نمبر 3 حلو. ولما تروح على اي ستوري لاحظ سمالك هي اس 1 حسب رقم الشيت، وهو اي ديتيل هو الديتيل الثالثي او الرسم الثالث. في هلا مثلا اذا بدي نحن وقتها ما حطينا الايس، سو خلينا نحط الايست مثلا، ايست اليفيشن بهالشكل، اوكي بدي تايتل نو لاين، اكتيفيت فيو شو كروب، حتى ظبط مثل ما انا بدي، اوكي سو رايت كليك دي اكتيفيت فيو، هلا هيدا الفيو فيه حركه مثل ما انا بدي، طبعا انا باي ذا واي في لما اعمل اكتيفيت في اتحكم
فالشكل يعني انا ما اعمل اكتيفيت فيو صار الفيو كاني عم بشتغل فيه بقلب هيدا الفيو بقلب السكشن الحقيقي. سو انا في اعمل اتحكم بتفاصيل مثل هالتفاصيل بهالشكل مثلا. لاحظوا يعني انا اذا بروح على السكشن بلاحظه تغيروا كرمال هالسبب. انا كنت باذر فيوز اعمل دوبليكيت اعمل كوبي لحتى ما ياثر عليهم. سو هيدا الفيو مثلا بهالشكل خلصت منه رايت كليك دي اكتيفيت فيو اوكي هيدي ايست مثلا. يمكن انا بدي اضبط لها اسمها ما بدي اياها ايست بدي اسميها ايست فيو مثلا ايست فيو بهالشكل. كليك حركها لتصير عسوات هيدي مع هي تقاطع هي وهي زبطوا عندي اربعتهم مثل العادة. فينا نظبط هون المعلومات اللي بدنا هني بالاونر بروجكت نيم whatever that's it. هيك بنكون حضرنا اللوحة لإلنا. لهون نحنا بنكون خلصنا السيشن الثالثة. بتمنى تكون السيشن واضحة والفكرة تكون وصلت. stay safe تبعوا حالكم study well والسلام عليكم.